على مدى يومين احتضنت بريكسل مؤتمر الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية في نسخته 81 بمشاركة أكثر من 114 دولة. وفد جمعية الصحفيين العمانية الممثل بلجنة الإعلام الرياضي عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات على هامش الجلسات العامة التي كرست لمناقشة ما أنجزته الاتحادات على المستوى القاري والدولي والتحضيرات الإعلامية لمونديال روسيا 2018 وجائزة الاتحاد الدولي. Oman is participating actively with question with also their experience, because here is a place where people meet also to exchange their experience, because everybody has a different way sometimes in his country, in his area, because there is a different tradition, a different culture. But this is the cross world, the cross place where people are together and they can open new bridge for the future, because what is happening in Oman perhaps is very interesting for us to understand and to develop us. So Oman is a leader country in the Gulf. مثل هذه المحافل الدولية تتيح الكثير من الفرص للاستفادة من البرامج التي يعني يقدمها سواء الاتحاد الدولي وأيضا الاتحاد القاري وهو الاتحاد الآسيوي. هذه البرامج تساهم في تطوير وتأهيل الزملاء الصحفيين الإعلاميين سواء كانوا صحفيين أو مصورين أو من هم يدعمون أيضا العمل الصحفي الإعلامي الرياضي في السلطنة. مشاركة الجمعية في هذا الاجتماع الكونغرس 81 حقيقة هي امتداد للمشاركات السابقة. جلسات حوارية ونقاشات مفتوحة تمحورت حول أربع نقاط أساسية: دورة الألعاب الأولمبية الخاصة لذوي الاحتياجات، واستعراض الملف المغربي لاستضافة مونديال 2026، والملف المشترك بين أمريكا والمكسيك وكندا، واستعراض آخر ما توصلت له التكنولوجيا من أجهزة الفيديو الحديثة لرصد الأخطاء ومساعدة الحكام على اتخاذ قرارات أكثر دقة في المباريات. الاتحاد الآسيوي عقد على هامش هذا الكونغرس اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي واجتماع القاري للاتحاد الآسيوي، ولله الحمد تم المصادقة على التقرير المالي والتقرير الإداري والطرح العمل الذي قام فيه الاتحاد الآسيوي خلال الست شهور الماضية بإقامة أربع دورات تدريبية وورش عمل. أيضا تم تقريم الأجندة أو المقترحات لثمان ورش عمل واجتماع سيعقدها هذا الاتحاد الآسيوي هذا القادم. تم تقديم مقترحات من أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الجمعية العمومية. لا مانع يعني كان هناك تعاون، ولله الحمد نطمح في الاتحاد الآسيوي أن تتواصل ورش العمل والدورات والاجتماعات من أجل خدمة الإعلام الرياضي والصحفيين بشكل خاص والصحفيات. نجحوا المنظمين في تنظيم كونغرس على مستوى يليق باسم الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية، واستطاعوا أن يقدموا العديد من الورش والنقاش الذي دار خلال الجلسات المختلفة حتى اليوم. يعني قدموا صورة مهمة تساعد وتفيد الإعلام أو الصحافة بشكل عام على مستوى العالم، وأيضا تدعم الصحفيين الشباب. هناك أيضا جلسة خاصة بهذا الموضوع، وأعتقد أنه الاتحاد الدولي يعني استطاع من خلال هذا الكونغرس أن يؤكد بأنه هو اتحاد مهم. المؤتمر هذه السنة ركز بشكل كبير على الإعلام الرقمي والنقلة النوعية التي أحدثها في التغطيات الإعلامية للأحداث الرياضية خاصة الدولية، وإطلاق القناة الأولمبية على الإنترنت التي نجحت في استقطاب نسب عالية من المتابعين. حرص السلطنة على المشاركة الدورية والفعالة في هذا المؤتمر دليل على إرادة صادقة لتعزيز جهود العمل القاري والدولي للنهوض بأداء الإعلام الرياضي في عمان. من مقر انعقاد مؤتمر الاتحاد الدولي للإعلام الرياضي، نور الهدى محمد، تلفزيون سلطنة عمان، بروكسل.